زيك يا شباب؟ كل سنة طيبين. طبعا انا عايز اقول اولا انا سعيد بيكم وسعيد بهذا التجمع، وان شاء الله يا رب يكون الشباب في بخير. انا عايز اقول وربنا هو الاعلى، ليس الهدف من هذا الندوه هو عمليه انتخابيه او دعايه انتخابيه. الحمد لله ليه اهتمام خاص بالرياضه قبل الانتخابات كل سنه في مراكز الشباب، حتى فيهم كان مشارك كل سنه في مراكز الشباب. استاذ سعيد انت موجود بكل مرعى دوره واكثر من دوره.